شكرا شكرا. بقولك يا ابو عبد الله. تفضل. هتسيبني انا امشي بقى؟ الله يخليك. وين تروح يا ولد الحلال؟ ها ساعة الحظ ما تتعوض. ايوه انا عارف ان ساعة الحظ ما تتعوضش، بس انت قعدت تحكي لي كتير قوي عن ذكرياتك مع ام كلثوم والبدل. تهيألي البدلة اللي انت لابسها مش راضية على اللي انت بتسمعه ده قوي. يا رضا يا حبيبي، الست لها اوقات والتفاريح لها اوقات. يا مرحب يا مرحب. يا هلا. كيفك يا ابو عبد الله؟ الله يخليك يا استاذ زاهر. منور مكانك يا شيخنا، والله زمان يا ابو عبد الله. الله يخليك، هذا نورك. انت شلونك؟ الحمد لله، تؤمرنيش باي شيء؟ شوف يا استاذ زاهر، نبي شويه تفاريح، انا وياي ضيف عزيز وابي ينبسط. يا مرحب، اهلا وسهلا. بس كده من عينينا، ده احنا عينينا لابو عبد الله وضيوف ابو عبد الله. تسلم عليك، تسلم. منورني منورني. شكرا شكرا شكرا. شرفني شرفني الفقره نسبه نجوم الرقص الشرقي، نسبه الاستعراض الفنانه لينا. واللي جاي يا جاي، اللي جاي يا جاي، رضا اشوف الراقصة تشاور لك. انت تعرفها؟ اعرفها. منك يا عفريت. ايوه اطلع اطلع ولا مبين عليك. مو مبين عليا ايه بس يا ابو عبد الله، دي زبونة عندي. في واد عندها في الفرقة اسمه سينيو، ساكن عندنا في الحتة، هو اللي عرفني عليها وانا كنت بروح عشان اديها حقنة. تديها حقنة؟ وين تعطيها حقنة؟ في الوريد ولا في العضل؟ هي ونصيبها بقى يا ابو عبد الله. عاطف؟ رايحه فين؟ خلاص مش كوينا وفرشنا؟ ننام بقى. والملايه دي هتسيبيها كده؟ هسيبها، هي كانت من بيت اهلي. لا طبعا ما ينفعش، انت عايزه الاكلان ينتشر في البيت كله؟ انت محسساني ان الملايه فيها كلاب مسعوره. بلاش غلبه، روحي اغسليها يلا. حاضر. بتعملي ايه؟ هغسلها. الغساله بايظه. خلاص يبقى احنا بقى ايه، نستنى لحد ما الغساله تتصلح وبعد كده نبقى نغسلها. لا ما ينفعش، اغسليها على ايديكي ودعكيها كويس عشان الاكلان يموت. حاضر. الا انتي اللي تموتي يا بعيد عشان اخلص منكم بالظبط اللي انا فيه ده. انتي بتعملي ايه يا هانم؟ حرام عليكي، بتحطيني كلور في الميه. مش قلنا لازم ضمير؟ بس الكلور ده هيهري ايديا، هياكلها. ياكل ايديكي احسن ما الاكلان ياكلنا احنا. قدامي يا عاطف، قدامي بترقص يا عاطف، عامل لي فيها ابن ليل. انا مش ابن ليل ولا حاجه، ولا ليا في النطاط ولا الكباريهات. امال هتقول ايه؟ جاي تدي الكباريه وش هو كمان؟ طب وغلاوه نسمه وغلاوه بابا حليب؟ اسمعني اسمعني انت كويس، والناس دي ما تجيبش سيرتها على لسانك تاني، واياك يا عاطف اشوفك عندنا في المنطقه. يا برده ده حتى القاتل بتدوله فرصه دافع فيها عن نفسه. اسمعني. اسمع ايه؟ اسمع ايه يا عاطف؟ ده انا ماسكك متلبس. مش شايفهم يعني؟ ما خرجني بملايه. اهو ده اللي انت فالح فيه، لسان قد كده وما باخدش منك عقد نافع. ممكن تقول لي حضرتك جاي هنا تعمل ايه؟ قول لي انت اللي جاي تعمل ايه؟ انت بتستجوبني يا عاطف؟ هو انا اللي جاي اتقدم لاختك ولا انت اللي جاي تتقدم لاختي؟ وعلى العموم يا سيدي انا جاي هنا شغل. وانا كمان جاي في شغل. شغل ايه يا عاطف؟ انا شغال كوافير عند مدام لينا الرقاصه، وماما حليمه عارفه ونسمه عارفه. انا عنديش مشكله انزل اعمل اي شغلانه عشان الم فلوس شغل راجل داخل على جواز، حتى اروح اساله. الله مراد. انا عايزك تدوق العسل ده، على فكره احنا عاملينه عندنا هنا في المزرعه. دقته وعجبني جدا ومش همشي الا ما اكل منه. عموما سفره دايما يا راجل. انت ما اكلتش حاجه؟
كده الحمد لله قوي. في ايه يا مراد؟ انت عجزت ولا ايه؟ يا راجل ده احنا زمان كنا بنقوم بسفرتين زي دول. كان زمان. ودي ايام تتنسي برضو؟ فاكر لما فاضل قال لعادل يجيب معاه ملوخيه وفسيخ من مصر؟ طول عمرك مؤذي يا فاضل. يوميه عادل اتمسك في المطار لمده يومين فاهمين ان الملوخيه ماريجوانا. لا وانا اللي كنت بمني نفسي بالفسيخ اسبوع بحاجه وفي الاخر اتصادر. والله كانت ايام حلوه. فعلا كانت ايام جميله. ده انتوا هونتوا علينا الغربه، كنتوا اكتر من اهل. انا وشروتي تقريبا مقطوعين من شجره، عشان كده المعارف والاصدقاء اهم حاجه في حياتنا. كويس انك فكرتني. في ولد بيشتغل ممرض عندنا في المستشفى اسمه رضا الشنديدي. الولد ده يقرب لك يا فاضل؟ لا لا ابدا، اكيد تشابه اسماء. العيله عندنا كلها مهاجره بره، مفيش حد عايش في مصر غير انا بس. انا كنت متاكد من كده، اصل الولد ده مشاغب جدا يا اخي. ما كنتش متخيل ان العمل الاداري بالصعوبه دي. مش كل العمل الاداري في الحكومه بس، لكن في القطاع الخاص تفرق كتير قوي. ايه 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 يا جماعه، هنقعد نتكلم في الشغل على طول ولا ايه؟ خدوا بريك يوم واحد بس. على فكره يا تونا اعملي حسابك، فرح نصدي الاسبوع الجاي. ريلي ايه الخبر الحلو ده؟ مبروك يا شاري، مبروك يا روح قلبي، ربنا يتمم لك بخير. ميرسي قوي يا طنط، كلك ذوق. الف مبروك يا هاني. الله يبارك فيك. عقبال امنيه بقى. لا والله يا طنط انا مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي خالص. شفت يا ستي اهي مطلعه روحي كده. والله يا شاري بيجي لها عرسان كومي لفوق ولا حاجه بتعجبها. اسمعي يا تونة، اوعي تمشي ورا بنات اليمين دول، واخوهم مش هقلب. دي نازلي جننتني. بدأنا، يلا بينا احنا يا أمنية، لحسن لو مسكونا مش هنخلص. على فين؟ هفرجك على الخيل، في حصان لسه مولود جديد بس سو كيوت. بجد؟ طب يلا. ده تاخدي التقرير ده ترجعيه المعمل. أنا فرماوي. نعم. عمشني يا أخويا، إلهي يسترك. احنا لسه نحل مستر مؤمن. يا اخويا مش كنت قلت انك هتكلمه؟ ايوه قلت لك، بس الحكايه ما تتاخدش قفش كده. اهم من الشغل تظبيط الشغل. تعرف يا اخويا البنت حالتها ما تستحملش. اطمني، كل شيء بميعاد. احنا هنعمل ايه يعني؟ خلاص هعدي عليك بكره تكون كلمت. لا اوعى مؤمن، حسك عينك عقلك يوزك ويقول لك انك تتنططي لي كل يوم والتاني. لا كده تبقى بتضريني وبتضر روحك. ليه بس يا اخويا؟ كفر للشر. هو ده مكان شغل، ما تاخذينيش يعني محل اكل عيش. والمدير الجديد بتاعنا صعب قوي، لو شم خبر ان انا اعرفك ولا بتكلم معاكي هيقول ان انا بتوسط لك، وساعتها بقى مش هيسمع مني ولا كلمه، وتبقى عمليه بنتك. اخ ده غير بقى اللي هيعملوا فيا. يرضيك ازهيت يا ام عمال؟ لا طبعا يا اخويا. خلاص يبقى انت بقى تتكلي على الله وتاخدي بعضك وتروحي، وانا اي حاجه جديده تحصل او اي شيء يظهر في الصوره هكلمك ابلغك على طول. يعني انت شايف كده؟ اتكل على الله. حاضر. غلبانه يا ام امال. والله غلبانه.